ماذا يحدث في شرم الشيخ؟ إيه اللي بيحصل في شرم الشيخ؟ بمنتهى البساطة، شرم الشيخ بتستعد علشان خاطر قمة المناخ اللي في نوفمبر القادم بإذن الله. بنتكلم على مؤتمر عالمي مهم، هيجيلنا قادة وزعماء كل دول العالم تقريبا. طيب الاستعدادات على قدم وساق زي ما بيتقال في شرم الشيخ. شرم الشيخ بالمناسبة من المدن رائعة الجمال، يعني فعلا حلوة فعلا. أنا رحتها مرتين، مرة في 2015 المؤتمر الاقتصادي، ومرة رحتها في مؤتمر شباب العالم اللي فات. حلو، البلد حلوة. فتخيل أنه لما هذه البلد أو هذه المدينة في محافظة جنوب سيناء تبدأ تزداد على بهائها، يعني فوق البهاء بهاء زي ما بيتقال كده. طب نفهم ايه اللي بيجرى تاني في شرم الشيخ. معانا على تليفون سيادة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء. اهلا اهلا بيك يا فندم. اهلا يوسف بيه، اهلا حضرتك. ازاي الصحة يا فندم؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله. ايه اللي بيجرى في شرم يا فندم؟ والله احنا بنحولها لشرم الجديدة او جرين شرم. دي كانت اوامر وتكليف جالنا من السيد رئيس الجمهورية بعد ما أخذنا المسؤولية بتاعت احتضان مؤتمر الأطراف المناخ كوب 27. في الحقيقة عملنا خطة وبدأنا نشتغل. أنا ما بشتغلش لوحدي على فكرة، إحنا مجموعة عمل ضخمة جدا، هيئة الهندسية، رؤساء المدن الموجودين معايا، سكرتير العام، النائبة بتاعتي، بنشتغل وبنتواجد في الشارع 24 ساعة. دي حقيقة. ليه؟ احنا لو قلت لك حجم العمل اللي احنا بنعمله في شرم الشيخ دلوقتي، احنا رفعنا كفاءه وتوسيع الطرق 47.5 كيلو حتى الان، لخمسه حاره، واثنين حاره 12 كيلو، وطرق جديده خمسه حاره 17.7 كيلو. بنعمل 13 ميدان جديد. على فكره الميادين دي اللي فوق الطرق دي هي الهندسيه. اوكي. احنا بنتابع معاها وبنساعدهم، وطبعا نقل مرافق بقى، كابلات بتتغير، مواسير طبعا بتاعت ميه بتتغير، نقل مرافق، وخاصه طبعا احنا ما عندناش خرائط. طبعا حصل مشاكل كتير تغلبنا عليها. تغلبنا عليها والحمد لله، وخلي بالك بدرجه حراره 42 درجه مئويه. كان الله في العون. اللي بيتم هنا في شرم الشيخ ده اعجاز. والغير مسبوق. كنا بنتحدى انفسنا في الحقيقه. زي ما قلت لحضرتك 13 ميدان جديد. ميدان ايه بقى؟ يعني زرع وورد وحاجات تليق بالمدينه. واحنا كان التكليف بتاعنا سياده الرئيس كان قال ان عايز اشوف لؤلؤه جديده في شرم الشيخ. هو بيساعدنا والقياده السياسيه كلها، رئيس الحكومه عندنا على طول، خمس وزراء موجودين. عايز اقول الدوله بالكامل بتعمل لجعل هذه المدينه فعلا تليق، وثم ننطلق بقى للسياحه، ننطلق للعالميه. أيوة. وانت عارف بقى سياحه المؤتمرات دي سياحه غنيه طبعا، يعني دي سياحه المؤتمرات دي بتكسب، يعني بتجيب فلوس كويسه لنا. طب انا كمان سياده اللي هو لافت نظري جدا مساله انه تبقى شرم جرين سيتي او مدينه خضراء، يعني خضراء. كل حاجه فيها ان شاء الله يعني على مزبوط. استقبال كوب 27 تبقى صديقه للبيئه. مظبوط. هي جرين وذكيه. حلو جدا. بالك في فرق، ذكيه وسكيور ومؤمنه، ثلاث حاجات. هي. يعني جرين دي يعني ايه؟ مساحات خضراء كتيره وبنحط اشجار. حطينا حوالي 5500 شجره، حطينا حوالي 500 نخله، عملنا حديقه مركزيه جديده. انا شايفها رئه جديده، متنفس جديد. دي الخضرة. حلو. تمام. بنقلل حجم الكربون اللي في المدينه. دي الخضرة. تمام. الذكيه ان انت بقى الموقف اللي بيبقى فيه العربات هتركن ده هيبقى ذكي. يعني ايه؟ يعني بكارت تخش، بكارت تخرج، بكارت تدفع رسوم. التاكسي اللي النهارده رئيس الوزراء او امبارح ركب فيه، التاكسي ده مراقب عن طريق شبكة الطوارئ الأمنية. عندنا دلوقتي شبكة مسيطرة على كل ما يحدث في المحافظة، حوالي 275 كاميرا بانورامية مدى الكاميرات. الكاميرا الواحدة مدها 10 كيلو في أربع الاتجاهات. لا، إذا في كلام لازم يعني يتقال إن اللي بيتم في شرم الشيخ ده غير مسبوق.
في الحقيقه يعني عندنا سور امني 26 كيلو مؤمن، مفيش حد بيخش شرم الشيخ الا عن طريق اربع بوابات، الاربع بوابات دول مؤمنين تماما، كاميرات امنيه، اسكانرز، اماكن تخش فيها السيارات تتفتش، تعقيم تام، يعني اللي يخش شرم الشيخ ده متعقم تام. الكلام ده كان بنشتغل فيه، يمكن السور ده بقاله سنتين. الكلام ده احنا بنشتغل فيه من زمان، وكانت دي رغبه سياده الرئيس ان احنا المدينه تبقى مؤمنه تماما عشان بعد كده ما يحصلش فيها اي مشاكل تعكر صفو او تنهي السياحه او تضرب السياحه او كده. طب سياده اللواء يعني اعذرني في المصطلح بعد اذن سيادتك، احنا كده بنقول شرم الشيخ ومصر بشكل عام بتستعرض عضلاتها قدام العالم ولا ايه؟ ولا انا غلطان؟ يعني يعني احنا هنبقى يعني تقدر تقول هنلحق بركب العالم يعني يا رب. المتطور يعني موضوع المواقف الذكيه والتاكسي ده يعني موجود بره. احنا دلوقتي بنلحق بالركب ده فعلا وبنوصل وعندنا خبره كتير على فكره. كل اللي بيتم في شرم الشيخ بايادي مصريه وعقول مصريه ودكاتره في الهندسه او في الاماره، دكاتره مصريين بيجوا هم اللي بيخططوا، هم اللي خططوا ممشى السلام الجديد 6 كيلو وانت رايح لغايه كازينو سونيستا و6 كيلو وانت راجع. ده عباره عن ممشى زي الشانزليزيه بالظبط، مع اختلاف بقى البيئه وكده يعني طبعًا. انما عندك ايدك اليمين وايدك الشمال في محلات، في محلات ان شاء الله هيبقى فيها ماركات عالميه، في مكان السايح يقدر يمشي فيه 15 متر، في مظلات وهو ماشي ممكن لو طيح بيقعد تحتها، مظلات بطريقه جميله كده بصور جميله. يعني عايز اقول في فود كورت، في مسرح روماني، في اماكن يعني زي مياه كده بتبقى نازله. فهو تطوير شامل لشرم، مش بس علشان المؤتمر لكن تطوير يبقى مع المدينه. وطبعا الصوره اللي حضرتك شايفها دي دي اللي عندك دي استاذ رئيس الوزراء راكب سياره كهرباء. كنت لسه هسال سيادتك بقى بيها مع فريق كامل وزير. احنا هيبقى التنقل في اثناء المؤتمر كله عربيات كهرباء او سكوتر كهرباء او عجل كهرباء الى اخره؟ مظبوط. هو حتى الان في 150 اتوبيس مخطط وصولهم شرم، عشان يشتغلوا في شرم اتعمل لهم محطه عملاقه، محطه شحن كهرباء وزرناها النهارده. انا خدت بالي برضو ان في محطات تزويد كهرباء للعربيات. مظبوط. ايوه محطات شحن كهرباء على فكره، دي ما دي بنزينه دي اللي انت شايفها دي، حوالي 9 محطات وقود فيهم شواحن كهرباء وغاز. اتوبيسات اللي انت شايفه ده او اللي على الشاشه ده انا لقطت اليافطه بسرعه كمان. مظبوط. ده بقى اللي هو محطات شحن الاتوبيسات اللي انت شايفه ده، محطه شحن السيارات الاتوبيسات، محطه شحن الاتوبيسات وزاره النقل اللي عاملاه وعاملاها عشان الاتوبيسات اللي جايه هتخش يعني بالليل او في اي توقيت تخش تشحن. طب هنا 8 ساعات الشحن. يجي سؤال يا سياده اللواء، انه بعد ما باذن الله المؤتمر يتم ويخلص بمنتهى النجاح باذن ربنا سبحانه وتعالى، شرم بقى هتفضل كده؟ مع رئيس الوزراء. ايوه مع الفريق كامل وان شاء الله هيبقى لينا جزء، لان احنا 150 اتوبيس علينا كتير يعني. ايوه فهينساب لنا جزء وهتساب لنا المحطات طبعا بتاعتنا، المحطات خلاص موجوده الوجود بتاعتنا، لكن الاتوبيسات بقى عندنا جزء من الاتوبيسات وجزء من العربيات. حلو جدا جدا جدا. مظبوط، لان سياده الرئيس كان قال استدامه. صح، عايز استدامه، احنا بنحافظ على الاستدامه عن طريق ان احنا والنهارده فتحنا الموضوع ده مع الفريق كامل ومع رئيس الوزراء على اساس ان هو يا فندم بعد المؤتمر عايزين الحاجات دي تبقى موجوده وعايزين الاتوبيسات دي موجوده. فعلى فكره الاتوبيسات دي شغاله غاز، اللي هي واقفه دي انت شفتها دي غاز. في ايضا في اتوبيسات ثانيه كهرباء، انما اللي كانوا موجودين النهارده دول غاز، شافهم رئيس الوزراء وركبهم وركب واحده امبارح منهم. والله يا فندم طبعا المنظومه بقى التاكسي الذكي والبايك شير بالكارت والمواقف تخشها بالكارت الذكي تتفتح لك وتخش وانت خارج تحاسب، الكلام زي سيد دايما بتنزل بره تروح اي مطار في فرنسا في انجلترا بتخرج بالكارت وتخش بالكارت، احنا مش اقل من اي حد. احنا الكلام ده دخلناه وان شاء الله هيكون العاصمه الاداريه هيبقى فيها الكلام ده. اللي قدامك ده البايك شير، عندنا شركة بدل جت وحطت حاجتها وهتبتدي تشتغل معانا. دي محطات الاتوبيسات موجودة قدام حضرتك دي، ده الممشى بقى، ده الممشى اللي هي المظلات اللي بتعدي من تحتها
واللي يتعب في اماكن يقعد فيها، في اماكن للقاء الكمامه. الممشى ده 15 متر، 15 متر عرض، وفي حاره للعجل. اه حاره للعجل قبليه، وفي حاره يحط فيها بقى ايه زهور برضو يعني قبل الممشى للتجميل والتنسيق، زهور وعجل ومظلات. وبعدين في بقى بعض المحلات مش على طول الطريق، يعني كل فتره كده بتلاقي مكان كل ممكن يتعمل محل، يبقى برضو المحلات موجوده معانا عشان نصرف على المدينه ونشرف على النظافه. اه طبعا، فلازم المحلات دي. واحنا بنحاول نجيب مقاطع، نجيب شركات عالميه، ويمكن موضوع الشركات العالميه النهارده، تعرف النهارده استاذ رئيس الوزراء عمل مؤتمر، عملنا مؤتمر الساعه 10 الصبح. ايوه، واتكلمنا على تحويل شرم، انا اتكلمت على شرم الازدكيه، شرم الخضراء، شرم الرقميه. ايوه، وازاي هنحولها، وكان معايا طبعا اعضاء كتير قوي كبار قاده، يعني عندنا من اشاره، وعندنا من رابط هندي للاتصالات، وعندنا وزير السياحه كان موجود، وكل واحد اتكلم في اتجاهه هيعمل ايه في شرم الشيخ. وبعدين رئيس الوزراء فتح مؤتمر، فتح بقى مع المستثمرين، اتكلم معاهم، فتح قلبه وقال لهم ان اللي انتوا عايزينه هنعمله. انتوا احنا واقفين معاكم، وبقى لنا فتره واقفين معاكم، بنساعدكم وبنقسط لكم وبنرجع لكم حاجات كتير. انا عايز يصل عدد السياح ل 30 مليون، والداخل يبقى 30 مليار ان شاء الله دولار باذن الله. باذن الله. عايزين ايه؟ انا هستنى اللي هيشتغل جد. يا مرحب يا مراحب، هنقول له لا يعني اكيد لا. عايزين منطقه حره، ونجيب ماركات، والسيد رئيس وزير الماليه بيشتغل دلوقتي على التاكسي فري. حلو، يعني شرم الشيخ هنبدا بشرم الشيخ، هو قال كده، شرم الشيخ هنبدا ننفذ فيها التاكسي فري. على فكره اللي برضو اللي بان في الصوره من حضرتك، اللي هو ده نقطه مراقبه الطيور اللي موجوده، اللي زارها معالي رئيس الوزراء. اوكي، دي محطات اكسده، محطات بتاعت المياه، ترفع كفايتها عشان الطيور لو نزلت في المحط في البرك دي وكانت المياه ملوشه هتموت. اه، وبعدين هتبقى مشكله بالنسبه لنا، لان في المناخ هيطلعوا يزوروا هذه. طبعا ايوه، المنقطه المراقبه اللي لازم منها رئيس الجزر دي. اه لا، ده الناس جايه مؤتمر المناخ، فاحنا هنوريهم يعني ايه. أيوة، افضل ما لدينا ان احنا نقدر نعمل زي اللي بيعملوه وزياده شويه كمان. سياده اللواء، واحنا انا مش عارف اشكرك ازاي والله يا فندم بجد، واشكركم جميعا يعني على هذا الجهد الرائع، ولا املك غير ان انا بدعي ربنا يوفقكم ويوفقنا جميعا، وهنوري العالم احنا فعلا نقدر على ايه، وبنثبت لنفسنا ده حتى قبل ما بنثبت للاخرين يوم بعد يوم. كل الشكر ليك سياده اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء. طيب.